عرفوا اخوته واحد الفكره راه واد راه ما سموه الواد حتى ولا واد واد خطير بزاف بو عزيزه هذه كما كتشوفوا خليكم تكتشفوا الواد دار كونترا سبحان الله شوفوا السرعه ديالو سرعه غريبه سرعه خطيره بزاف كتشوفوا اخوتي الواد خطير بزاف تحت القنطره سلام خوتي فيديو جديد اليوم غادي نبارطاجي لكم هذا الواد عجيب جيت لكم واحد المكان غريب واحد المكان واعر الواد اللي كتشوفوا هذه المساحه كلها كبيره الواد مول العشير بغيتو تكتشفوا كل شيء اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه ثانيا ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي تخطو على زر الاشتراك وجرس اللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما وجديد دابا اخوتي نخليكم تستمتعوا معانا الواد مول العشير اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام جينا لكم واحد المكان هنا في الواد مول العشير غريب شوف اخوتي شوف بارك الله المساحه قداش هنا ماشي العرض ديالو قداش كبير شوف اخوتي شوف السلامة شي صعيب اخوتي صعيب كما كتشوفوا اخوتي معنا الواد مول العشير ها الماء هذا ما تشوفوا راه غرق الداخل ديالو غرق دابا ما كتشوفش غرق بزاف شوفوا المساحه ديالو كبيرة اش نقول لكم كبير عنده واحد السرعة خطيرة بزاف حيت البارحة اخوتي شد واحد المساحة كبيرة هنا كما قلت لكم حذاري من الواد السكوتي حذاري ها انا راه سكت فيه لازم نكتشف لكم انا البارح هذا المكان كامل وصلوا البارح في الليل وصلت لهذا المكان غادي نحاولوا نكتشفوا لكم بعض اللقطات في الواد ما اكتشفتوهمش واحد المكان اخر شوف شوف اخوتي شوف كيف قال لكم الواد من هنا شوف اخوتي انا راه شحال زوين هادشي واو على شحال زوين هادشي زوين اخوتي هادشي ما عرفناش التفسير ديالو واش كان فيه الحيط من بعد خلاه الواد ما عرفناش المهم كما تشوفوا معنا خوتي المكان ديال الواد مول العشير حتى خوتي غنمشيو لكم من القنطره الفوق ما فاش غادي نساليو الفيديو شوف اخوتي شوف السرعه شوف اخوتي السرعه شوفوا السرعه ديال الواد لطيف لطيف السلامه 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 شوف اخوتي السرعه كما
كتشوفوا معنا بعض الناس اش غادي نقول لكم، هذا الحيط ما عرفناش امتى تبنى. شوف اخوتي عندكم الحيط من هنا حتى هذه البلاصه. انا رايي والعقليه ديالي بانه هذا الحيط كانوا غيحبسوا به الويز. اويلي بغى يحبس الواد. ما عرفناش امتى تبنى هذا الحيط، واش التسعينات ولا 2000 ولا امتى. هاد الناس اللي بنوا هذا الحيط بانه يحبس الواد باش ما يطلع لهمش لهذا المكان. هاد المنطقه ديال النسيم في مدينه قلبي باش ما يهاجم على المدينه ويقول لهم الواد رضيتوني بقريب هذا الحساب. ها 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 القوارب ديالكم حافظهم وهو يخلي لهم هذا الحيط. ولكن ما عرفناش امتى دخلها، واش 2014 واقيلا ولا امتى. باش تعرفوا اخوت واحد الفكره، راه واد راه ما سموه الواد حتى ولا واد. واد خطير بزاف، ما داروه هما سيدي الحجار والسيما ديال التسعينات. كيما كتشوفوا الحيط راه مقطع متهرس، مابقاش كاين، بقى فيها غير واحد الشويه. نشوفوا الواضح الصراحة اخوتي، الى اكتشفنا 2014 شنو دار هاد الواد، راه لا واحد كينتظرو. راه جا واحد شنو لكم السبب، واحد الكارثة راه لا يعقل. شوف هاد التصدم، كما كتشوفو معانا اخوتي جينا حدا القنطرة. هاد القنطرة كتدير المطر، جينا للواد باش نكتشفو الواد. شوف اخوتي السرعة ديالو، شوف الهجوم ديالو كيدير هاد المكان في القنطرة. وهاني فين كتواجه انا وسط الواد. كيفاش درت ليها هاني وسط الواد؟ ها الماء هنا، ها هو الماء ورايا. شتي اخوتي ها انا وسط الواد. بو عزيزة هادي. كما كتشوفوا خليكم تكتشفوا الواد تاع القنطرة. سبحان الله، شوفوا السرعة ديالو، سرعة غريبة، سرعة خطيرة بزاف. شوف الشران ديالو، الله يحفظ السلامة. شي صعيب خرجوا من الواد هنا. اوبلا اوبلا اوبلا. صراحة اخوتي الخير موجود بالنسبة للشتاء، الله الخير قول لنا ام ملك الحمد. هاكا استمتعوا، الناس كيجيو هنا يكتشفوا الواد، اللي كيحبوا الواد كيجيو كذلك. انا وانا هادشي راه ماشي هادشي خدمة، كنت بالنسبة ليا خدمة ماشي نستمتع، خدمة خصني نقدم ونصور ونكتشف الناس المتابعين ديالي. بزاف ديال الناس كينتظروا هاد الشيء ديال الوداد. بعض الناس هواية وصافي، اما انا خوتي راه خدمة، هادشي اللي كندير راه خدمة. شوف اخوتي شوف، شوفوا الواد تحت القنطرة. شوف الله يحضر السلامة، شي غريب. شوف الاخوان، شوف هاد القنطرة ديال بصح، القنطرة ديال بصح. نجي لكم واحد البلاصة القنطرة، شوف اخوتي كيفاش كيبان هادشي. دابا انا راه وسط الواد هاني. فين كاين وسط الواد؟ يا سلام يا سلام يا سلام، السرعة ديالو، الله يحفظ السلامة.
هاد الزلاق الا حضر السلام الا زلقتي هنا مشيتي اه كما كتشوفوا اخوتي الواد خطير بزاف تحت القنطرة كما كتشوفوا معنا اخوتي جينا لكم فوق القنطره باش نكتشفوا لكم الواد اللي كتجي لهنا اللي كتشوف فيه اللي كتعطر فيه كتدوب هاد الصوطه الله يحفظ السلامه خليكم تكتشفوا بعض اللقطات خاصه في هذا الواد الله يحفظ السلامه شوفوا اخوتي الواد من الفوق شوفوا كيفاش كيبان لكم الواد انا كنتواجد فوق القنطرة شوفوا اخوتي شوف السرعة ديالو كما قلت لكم الواد طلع شير هو هذا وفي هذا المكان فاش ننتهوا انتهاء ديال هذا الفيديو غادي نصوروا لكم واد صياد يعني لكم واد اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي والموعد ديالنا فيديو ديال واتسير الله شتا اخوتي غنفتحها قدامكم الله اعلم اخوتي ياك ما فيها شي جن الا فيها شي جن والله طلع هنا يقول لك شنو بغيتها نقول له الحاجه اللي بغيت 10 المليون ديال الابوني 10 المليون ديال الابوني غادي نشوفوا شنو كاين الا فيها شي جن ولا شي حاجه السلام عليكم اصدقائي فيديو جديد ونهار جديد اليوم اخوتي كنتواجدوا في واد ملعشير في مدينه بولميم كما كتشوفوا اليوم اخوتي الحد ها نبارطاجو معكم الواد شوف ها الواد دابا نقص كما اكتشفتوا البارح واليوم شكل باش نكونوا واقعيين بغيتو تكتشفوا على هذا الواد كل شيء ونبارطاجو معكم هذا الواد اللي عليكم وتبعوا الفيديو من البدايه تانية ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد وساعدونا اخوتي باش نوصل القناه ديالي 100000 مشترك واللي بغى يكتشف الويدان الشتاء اي حاجه اشترك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي دقائق الاولين دابا اخوتي غادي نخليكم تكتشفوا الواد اليوم لحد الواد نقص الواد جاب واحد السرعه بسيطه وغادي نكتشفوا لكم بالطريقه ديالي ونصوروا لكم بعض السينيماتيك هنا كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشره من الواد من العشير في مدينه قلمين اليوم الحد كما اكتشفوا كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشره من الواد من العشير اليوم الحد كما كتشوفوا المساحه ديالو هنا كامل هاد البلاصه البارح كان فيه البارح السبت كان في هاد البلاصه ولكن دابا داز هادشي اللي بقى فيه دابا غدا غنلقاو الا ما كانتش الشتاء غنلقاو صافي نقص كاع بزاف كما كتشوفوا شوف اخوتي السرعه ديالو ولات بسيطه البارح كان واعر بزاف شوف اليوم شوف اخوتي شوف شوف صراحه اش غادي نقول لكم دابا هاد الماء ضروري يدوز كامل الا شاب الله جات الشتاء غادي يعاود هاد الواد يحمل من جديد السلام عليكم وعندي احساس اخوتي الشتاء غادي ترجع يقدر الشتاء تكون اليوم ولا غدا عندي احساس حيت الجو كما كتشوفوا الجو ديال السماء السماء واعر كاين الضبابه كاين داكشي ديال 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 الشتاء باش نكونوا واضحين وثاني حاجه الجو ديال الشتاء مع الخبره ديالي مع التجربه ديالي في خصوصا في الشتاء الفيضان عندي احساس
حيت دابا ملي غادي تكون الشتا كيجي الريح من هنا. كونوا الجو عام اللي باش تعرف الخبره ديال الشتا ملي كتشش الريح، عفوا الريح من هذه البلاصه راه الجو ديال الشتا. ملي كيجي الريح من هذه الجهه الشرقيه كما كيقولوا ما كتكونش الشتا، مستحيل تكون الشتا. ولكن ملي كتكون هذه الريح ديال هذا المكان اذا الشتاء غادي تكون 100%. باش نكونوا واقعيين، هذه هي الصراحه، هذه هي الخبره باش كنعرف واش تكون الشتاء ولا ما غاديش تكون. غير كنشوف انا الجو نقول لك تكون الشتاء ولا ما غاديش تكون. الا كانت غادي تكون الشتاء نقول لك الشتاء جايه، ما غاديش تكون الشتاء نقول لك ما غاديش تكون. السلام عليكم. كنعرف حيت عندي تجربه وعشت داكشي، عشت كيفاش كتكون، اكتشفت الاجواء ديال الشتاء، كيفاش كتجي الشتاء، كيفاش شكون اللي كيحرم الشتاء ما تجيش، هو هذا الريح. دابا هذا الريح ملي كيكون هذا الريح ديال الشرق كيحرمها، ما كيخليش الشتاء تجي. كما قلت لكم الريح ديال هذه المنطقه حدا الشاطئ الابيض، كيجي من الشاطئ الابيض من البحر تما، راه كتكون الشتاء 100%. هذه الخبره ديالو، التجربه ديالي، خاص هذا الشيء اللي كان نشتغل، وخصوصا في على حسب الفيضان والشتاء. بعد الناس يقولوا كيفاش عرفتي، عشت داك الشيء، عرفت، عشت الشتاء امتى كتكون، عشت ضد ديال الشتاء، عشت داك الشيء كامل. تماما، شي بحال شي حد جالس في المنزل ديالو مع الدار ديالو، يقول لك اسيدي الشتاء مشات، محال تكون الشتاء، ام ضروري لي عندي اربع مزار. كتلقاه هكا كيقول لك، هو ما عنده كاع الخبره، محال ادي له مزار، محال. وملي كيقول لك محال وهي كتجي الشتاء تماما. يا سلام يا سلام على الجو، على الطبيعه ديال هاد الويدان. وهاد الشيء اخوتي زوين، وحق الله اش غادي نقول لكم صراحه، باش نكونوا واضحين، وتغير بزاف ديال الحوايج ملي كانت الشتاء، تغير بزاف ديال الحوايج. بحال الا مشيتي للحمام وخرجتي قبل وبعد. والله تبدل بزاف بزاف، حتى حدا قلميم هنا لنا واحد ديال قلميم، الاجواء زوينه، الارض تبدلات، ولاو الناس فرحانين بزاف. وعندي واحد الفيديو ديال الروحاري يقدر تكونوا متفرجتوا فيه ولا باقي ما تفرجتوا فيه، ما عرفتي امتى غادي نلوحوا. طوال الابتسامه عند الرحال، ابتسامه عند البهايم، ابتسامه بزاف، كاين تغيير بزاف. هاد الشتا تغيرات بزاف ديال الحوايج، خاص في السكينه، في الرحال، الفلاحين، حيت الفلاحين هذا هو الحلم ديالهم الشتاء. ملي كتكون الشتاء راه الخير موجود، ما كاينش الشتاء كيعاني. السلام عليكم. كما كتشوفوا اخوتي واد ام العشير، اليوم الحد، هذا هو السرعه ديالو خفيفه. دابا راه عادي، واخا كاع جاب الله دوز هنا غادي ترغن وغادي دوز، ما يدير لك والو، دابا مابقاش غايدير لك حتى حاجه. البارح الله ما يسكلك، البارح ما يعقلش عليك. شوف اخوتي المهم اخوتي استمروا معنا في الفيديو، غادي نطلع لكم للقنطره، نمشي للقنطره تما، ديك المكان كاين فيه الواد حتى هو، غادي نكتشف لكم تما الطريقه ديال الواد تما حدا القنطره تما، راه حتى هو زوين نكتشفوه حتى هو واعر بزاف، حيت بعض الناس ما اكتشفوش، ما كيوصلوش ديك القنطره. حاولت علاش لا انا نبارطاجي باش يكتشفوا يتفرجوا فيه، اللي ما تفرجش حدا القنطره غادي يحاول يتفرج في الضليانه. تماما، كما كتشوفوا السماء، كما قلت لكم السماء ديال الشتاء، ملي كتلقى السماء بحال هكا وكاين هذا الريح كيجي من الشاطئ الابيض، اذا الجو ديال الشتاء. شكون الريح اللي كيمنع الشتاء؟ هو الشرق، كما كنقول لكم بعض الناس كيقولوا لي الشرق كيجي من هذا الاتجاه اللي قلت لكم قبيله. السما كما كتشوفوا، السما ديال الشتاء، شوفوا اخوتي سبحان الله،
مستمرين في الواد ديال ام العشير كما كتشوفوا المساحه ديالو. المساحه اللي ضربتها هي ما نقدرش نستغل لكم فيديو حيت عندي بزاف ديال الوقت، كنقصر لكم الوقت. وجينا على المكان اللي زوين في الواد كما كتشوفوا، دابا حدا القنطره هنا، وهي القنطره كبيره غنكتشفوها حتى هي. الواد المساحه ديالو من تما حتى لهنا، حتى لهنا راه واد ديال بصح. هذا راه باش نكونوا واضحين اخوتي، هذا راه الواد ديال بصح. راه شتي هذا ملي كيكون حامل وحق الله تتهرب، وتهرب ملي كيجي بصح. وكيقول لهم حيدوا لي الطريق، حيدوا لي الطريق، الله يرحم لكم الوالدين، والله ما نرحم حتى واحد حتى نديه، نغرقوا بالله. هادشي اللي يعرف راه واد خطير اخوتي. راه تسول الناس القدام تقول لهم على الواد، يفسروا لك كامل على الواد، يقول لك الواد راه خطر. هذاك تقول له الواد يقول لك هكا كيقول لي، كيقول لك خطير. باش نكونوا واضحين، شوفوا غير الطريقه ديالو، شوفوا المساحه ديالو، شوفوا كي دايرها، كله حجر سبحان الله، كله حجر. شوف الطريقه ديالو، شوف. السلام عليكم، باش نكونوا واضحين. راه واد اخوتها ماشي ساهل، باش نكونوا واضحين، الواد صعيب. بعد الناس دابا يكتشفوا هذا الواد يقول لك واخا قد هكاك راه طويل اخوتي في العرض. شوفوا اخوتي، شوفوا المساحه ديالو، شوفوا كبيره، شوفوا الكونترا. يا سلام على احساس الماء كيدوز ورا وسط الواد. اسمعوا اخوتي، اسمعوا، يا سلام، واحد الصوت جميل، صوت ديال الواد جميل، يا سلام. اوه تبارك الله تبارك الله. انا اخوتي كنستمتع، انا كنستمتع دابا مع الاجواء ديال الواد، وكنكتشف لكم ومبارطاجي لكم تماما. اوبلا اوبلا اوبلا، اوه 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 اوه. كما كتشوفوا معنا اخوتي، من بعد هذا الفيديو اخوتي نحط لكم واحد الفيديو غادي نطلع لفوق، كما كتشوفوا واحد المساحه هنا خارج مدينه قلميم، نكتشف لكم واحد الواد تما. اشكال بعد هذا الفيديو نقدر نحط لكم داك ديال الواد تماما. انا طالع مع الواد كنفلوغي، كندير الفلوغ ديالي بطريقتي. او لا 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 لا، خليوني خليوني خليوني. والله العظيم كنت غادي نزلق اخوتي، والله الا كنت غادي نزلق. بعد الناس راه كيجيو اخوتي على الواد. شوف اخوتي قرعه اشنو فيها، شوف جابها الواد، الله اعلم ما عرفناش اشنو فيها. قدر الماء. شتي اخوتي غنفتحها قدامكم، الله اعلم اخوتي ياك ما فيها شي جن. الا فيها شي جن والله طلع هنا يقول لك شنو بغيتها، نقول الحاجه اللي بغيت، 10 المليون ديال افوني، 10 المليون ديال ابوني، غادي نشوفوا شنو كاين، الا فيها شي جن ولا شي حاجه. شوف اخوتي يقدر ما فيها شي حاجه ولا الا قال لي شنو بغيتي نقول له 10 المليون. واحد جوج ثلاثه، واو ما كاينش مع الاسف. مع الاسف اخوتي فيها الماء، الغدير الماء اللي فيها مع الاسف. شتي اخوتي فيها الغدير، كنضحك معكم ما عارفوا واش ما غاديش يكون فيها. ربما غادي شي بلاصه حليتي شي حاجه مجهوله، شي بارتي مجهوله مسدد فيها شي حاجه، ملي كتحل كيطلع لك هذاك الجن،
كنقول لك شنو باغي؟ انا نقول لي 10 مليون ديال ابوني صافي. السلام عليكم. 10 مليون ديال ابوني يا الله. سافر الى امريكا غادي نسكن في امريكا في نيويورك والملايين ديال الدولارات غادي ندخلوا ان شاء الله. لطيف. السلامة 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 السلامة. هادشي اخوتي خطير بزاف. يا ربي السلامة 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 السلامة. السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد اليوم اخوتي السبت. كنتواجدوا في الواد ديال ام العشيرة واخيرا اخوتي الواد اكتشف لنا واحد المفاجاه البارح في الليل. الى شفتوا فين وصل واحد المكان كثير هاجم الواد البارح في الليل كما كتشوفوا دابا الواد ناقص ولكن داز البارح في الليل. غادي نحاولوا نبارطاجيو معكم اي حاجه على هذا الواد وغنكتشفوا لكم حظاء القنطره من الفوق. اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي اذا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي تخطو على زر الاشتراك والجرس واللايك باش دعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. طلب بسيط اخوتي، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 100000 مشترك. غير ديروا لايك وديروا ابوني غير اشتركوا وبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم فيسبوك واتساب. وهذا الفيديو ديال الواد كنتمنى ينجح ليا ونحقق فيه ما اكبر في المشاهدات ونحقق علاش لا نحقق فيه تقريبا 21000 مشترك ولا علاش لا 30000 40000 وشوفوا. دابا خوتي غادي نخليكم تكتشفوا الواد، تبعوا معنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف اخوتي شوف شوف الواد شوف اخوتي الواد والله عشير واد كرميم. شوف المساحه ديالو كبيره. نطلع لكم هنا، انا ما عنديش مشكل هنا، انا واحد المغامر كان مغامر ديال بصح. وانتظر اخوتي الواد واد صياد، انتظروا راه غادي نمشي للواد واد صياد تا هو ونصوروا لكم نشوفوا اشنو كاين تما. غنسالي هاد الخدمه غادي ندوز تما تماما. شوف اخوتي شوف كما قلت لكم المكان ديالو هنا كامل كان فيه البارح على الطرق ديالو تماما. نحاولوا نكتشفوا لكم اي حاجه جديده على هذا الواد ونبارطاجيو معكم من الفوق. خوتي راه صعيب، اصعب حاجه هنا هي تزلق. هنا كتورط تما كتزلق. درنا لكم فيديو طاي الا تزلقنا كما قلت لكم اخوتي مساحه كبيره. فاش كان البارح هذا المكان راه وصلوا عندكم كامل هذه المساحه وصلها الواد البارح في الليل. اليوم السبت التوقيت دابا 10 ديال الصباح. شوف اخوتي شوف المكان ديالو، هذا هو المكان ديالو. هذه البلاصه عندكم من هنا كامل حتى لهنا هو فاش كاينه الواد البارح في الليل هاجم الواد في الليل. شوف اخوتي شوف شوف المكان ديالو شوف لو كان جاب النهار بحال الوحده لو كان صورته لكم غادي تخلعوا. باش نكونوا واضحين راه واد صعيب اخوتي، راه قلت لكم المساحه ديالو فاش وصل. ومن اللي كيكون مجهاد ويقدر يجي واحد البلاصه كبيره كيوصل حتى لهين.
هذا خو تاع التاريخ راه قلت كل شيء. الساكنه ديال ما عرفتش شنو دار هذا الواد 2014 دار البلبله دار الروينه هاجم على مدينه كلميه سبب لهم بزاف ديال الخسائر بزاف ديال المشاكل. هذا الواد باش نكونوا واضحين كيما كتشوفوا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف اخواتي شوف واحد المنظر يا سلام سبحان الله. ملي كانت الشتاء وجا هاد الواد والمنظر زوين والاجواء زوينه، من بعد نكتشفوا الربيع نكتشفوا الطبيعه. شوف اخوتي انا راه كنصور لكم شي حاجه جديده، شي حاجه جديده كما كتشوفوها. شوف شوف اخوتي انا دابا وسط الواد هكا احنا دخلنا. الله يحفظ السلام الا جاب الله هاجم ولا شي حاجه غادي نزلق في هذا المكان. الله يحفظ السلام. كما كتشوفوا المكان زوين. هاد البلاصه البارح في الوحده ديال الليل ما غاديش توقف هنا. شوف 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 اخوتي شوف الناس ديال كلميم اللي جالسين في ديرهم ما اكتشفوش الواد وغيكتشفوه بفضلي انا بطريقتي انا صورته لكم باش تكتشفوه نتوما. هاد الواد وهاد الفرجة كنهديها للساكنة ديال كلميم اللي ديما كيوقفوا في جنبنا وكيشجعونا، شكرا لكم كاملين خصوصا الساكنة ديال كلميم. شكرا 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 لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم على التشجيعات ديالكم على الكومنتيرات ديالكم زوينين. شكرا شكرا. هادشي كامل اخوتي هاد التمر اللي كنضربو وهاد التصوير على قبلكم نتوما. ديما كتوقفوا معنا ديما كتشجعونا وهذا انجاز رائع جدا. وحتى انا كنوعدكم اخوتي غادي ندير المجهود كامل ديالي ونبارطاجي معكم شي محتوى ما دارو حتى شي حد مستقبلا ان شاء الله بحول الله. تماما والله صراحة ما كنتش كننتظر هادشي كامل ما كنتش كننتظر. شكرا لكم بزاف بزاف. واخا نشكركم 24 ساعة على 24 ساعة محال نوفق لكم داكشي اللي درتو معايا. التعامل زوينة الناس كيتلاقاو معايا تبارك الله عليك كمال داكشي زوين وليت عزيز عند الساكنة ديال كرميم دخلت القلوب ديالهم. شكرا لكم بزاف بزاف. كما كتبغيوني نتوما حتى انا كنبغيكم، راكم ديما في قلبي راكم هنا في قلبي خوتي خاصة كاينة ديال كرميم. هادشي اللي كاين اخوتي هذا هو الواقع. الساكنة ديال كرميم ظريفة بزاف وكيدعمونا اخوتي وديما كيوقفوا معنا. حتى انا كندير المجهود باش نكتشف لكم الويدان ونكتشف لكم المحتوى زوين ونكتشف لكم خبر ديال كرميم. اي حاجة وقعت في كرميم غادي ندير جهدي باش نصور. وشكرا لكم بزاف بزاف. ميرسي لي زاميل ديالي اصدقاء ديالي في كرميم خارج كرميم خاص خارج المغرب. شكرا لكم خصوصا واحد الشكر بزاف الناس ديال فرنسا واسبانيا اللي كيدعمونا. حيت ديما الرتبة الثانية كنلقاها فرنسا، إذا الناس ديال فرنسا عزيز عليهم هنا كيتبعوني. وشكرا لكم كاملين. كنبغيكم من قلبي وكنتمنى يا ربي ما تحشمني معكم. تمام. هادشي اللي كاين اخوتي ما بغيتش نزيد باقي مازال على حساب اصحاب القنوات الاخرين وبدا بدا. نرجعوا للموضوع ديال الواد اخوتي. كما كتشوفوا الواد المساحه ديالو كبيره. الواد ديال ربيع العشير عنده التاريخ وعنده الابداع ديالو ملي كيهاجم كما كتشوفوا
دابا راه جابها واحد شويه تماما. انتظروا واد سياد، واد ديال سياد كما كيقولوا، دور غادي نمشيو ليه نصوروه. هذه هي خدمتنا، ما عندنا ما نديرو. المغامر كيبقى ديما المغامر، والبطل كيبقى ديما بطل. تما مشى. السلام عليكم، كلشي ديال الله. راه ما بقاتش في الشطارة ولا الخدمة ولا داكشي ديال الله. إلا حطاك الله حطاك الله، إلا ما حطاك واخا تقاتل الليل واخا تشطر تتعيا، داكشي ديال الله. الشهرة ديال الله، المحبة من عند الناس ديال الله، كلشي ديال الله تماما. هذا جواب بعض الناس، كيفاش انت بزاف، كيفاش دخلتي القلوب ديال هاد الناس، كيفاش وصلتي هاد النجاح، كيفاش وصلتي هاد المستوى، كيفاش حنا في كرميم وكنلوح نفس المحتوى ما كيصدق ليناش وانت ديما الاول. داكشي ديال الله. سالينا، السلام عليكم. الا عطاك الله راه عطاك، ما عطاك ما عندك ما دير. كما كتشوفوا اخوتي المكان ديال الواد فاش كان البارح. الله يسهل عليكم، اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه والله يوفق الجميع. ما كرهناش كاع الناس يكونوا في المستوى، يكونوا كاع في الرتبه الاولى. وكما قلت لكم ديما سر النجاح هو الخدمه. السلام عليكم، والكمال عند الله. هادشي اللي كاين. كما كتشوفوا واد مول العشير، مدينة قلمي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بارك الله ما ان شاء الله ما ان شاء الله على مول العشير. انا كنستمتع اخوتي، كنستمتع وكنستمتع مع هذا الواد غريب وخطير وغدار. المهم ما تنساو اخوتي، الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. اللحظه اللي جا الواد، ها هو اخوتي. شوف ها باقي ما وصلت تما. ها هو اخوتي، ها انتما اللحظه فاش وصل الواد باش تعرفوا. شوف اخوتي، شوف ها هو اخوتي، ها اللحظه فاش وصل الواد. ها هو اخوتي، راه باقي ما وصل، ها هنا باقي ما وصلوا. ها سبحان الله، جينا في الوقت، الوقت فاش جا الواد تبارك الله. يلا وصل اخوتي، متقادين انا وياه سبحان الله. شوف اخوتي، نمشي لكم قبل ما يدير لي القلب. تماما، حيت انا دابا كنتوجد في واحد البلاصه هنا. ها انتم اخوتي البلاصه فاش كنتواجد الواد هو هذا، وهاد البلاصه هو خصني ضروري ما يهاجم عليا. ها انتم اخوتي البلاصه ضروري نمشي لهاد البلاصه ونبارطاجي معاكم ونخدم على الثاني طاب اللي بغيت انا. الحمد لله بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى وصلت انا، وهو الواد حتى هو يوصل سبحان الله. هذيك اللحظه فاش وصل الواد اللي بغيت، شحال هذي كنتمناها باش نصورها كما شفتوها في الفيديو. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو واد مدينه قلمين تبارك الله. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد.
كل يوم جديد وفيضان جديد في مدينة قلميم. هذا هو واد قلميم. ها انتم اخوتي، ها هو يلا وصل، كيتسناني توصلت هنا عاد يجي. ها انتم اخوتي اللحظة فاش وصل الواد، ها هو ها هو. مرحبا 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 مرحبا، ها هو وصل اخوتي، ها هو حاليا يلا وصل. شوف شوف شوف، اوه السلام 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 السلام. شوف اخوتي غادي يلعب عليا. شوف اخوتي انا دابا حاليا وسط الواد، كنت وسط الواد وهاجب عليا، خصني نمشي لديك البلاصه اللي نكون سليم من هاد الواد. الله يحفظ السلامه. كما كتشوفوا ها هو اخوتي، هذا واد مول العشير. ها هو ضروري خصني نبعد باش نقدر راسي ما يهاجم عليا. والواد كيزلق، يقدر اي لحظه تزلق ولا يهاجم عليك حيت هو ما كيرحمش. ها هو اخوتي كما كتشوفوا واد خطير. حاليا الشتاء خدامه كتشتغل، نحاول. ها انتم اخوتي، ها هو واد ديال مدينه قلميم. دابا حاليا الشتاء كاينه مع الاسف. كما كتشوفوا الشتاء مجهده، الواد حاليا يلا وصل دابا والشتاء خدامه. حنا درنا لكم واحد المغامره باش نكتشفوا لكم هذا الواد اللي خطير. حيت صعيب بزاف كما كتشوفوا، كيجي من هنا ومن هنا. شوف انا راه مراقبو، بغى يقولبني. شوف هاد اللحظه فاش جا. شوف هنا، شوف شوف اخوتي، خصني نرد البال باش نجي راسي من هاد الواد. الله يحضر السلامه. كما كتشوفوا نزول امطار، عاصفه رعديه. حاليا الواد يلا وصل، استمروا معنا اخوتي واشتركوا في القناه. كما كتشوفوا معنا اخوتي حاليا مباشره من الواد ديال مدينه قلميم. واد خطير ماشي سهل، واد صعيب بزاف. نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى هذه العاصفه ما تعطلش فينا. كما كتشوفوا عفوا، ها انتم اخوتي، ها انتم كما كتشوفوا معنا امطار خطيره. واد ديال مدينه قلميم هو هذا كما كتشوفوا. حاليا بعض الناس كيجيو يوقفوا هنا، بعض الناس يبداو يصوروا. الحمد لله اللحظه اللي بغيت راه وصلتها بالفضل ديال الله، غي وصلت انا وهو حتى هو يوصل. قال لي مرحبا بحال انا وياه الا كنا صحاب. والله غي جبت هنا في الكورنيش ديال مدينه قلميم وقال لي هاني جاي، هاني جاي اجي وانا نجي. وجيت تما بديت كنصور، صورت لكم اللحظه ديال فاش وصل الفيديو، عفوا الواد، الواد ديال مدينه قلميم. كما كتشوفوا السرعه ديالو ولا كيزيد. دابا ولا خوتي كيزيد الواد، ما بقاش كيما كان في الاول. شوف هذيك البلاصه فاش كنت واقف قبيله، حيت انا رديت البال، جيت لكم وسط الواد وقدام الواد وصورت لكم ديك اللقطه وغامرت لكم باش تكتشفوا يوتيوبرز مغامر. ودرت الاحتياط ديالي وما غاديش، كان غادي يهاجم عليا ولكن رديت البال قبل ما يهاجم عليا، حميت راسي. انا الحمد لله باحث ديال الفيضان على حسب امطار غزيره كما كتشوفوا. عاصفه رعديه. يا ربي السلام 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 السلام. شوف 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 اخوتي، شوف شوف. نتمنى الكاميرا ما تخسر ليا. العاصفه مجهده. يا ربي السلام 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 السلام. العاصفه اخوتي مجهده، مشى فيها بزاف. والله هادشي صعيب خطير. ها انتم، الناس هربوا. حاليا العاصفه كتشتغل، العاصفه مجهده، وانا باقي في الواد وانا باقي كنصور لكم. والواد ولا كي مجهد. ها انتم اخوتي، الله يحضر السلامه. نتمنوا نكونوا سليمين، نتمنوا نصوروا الخدمه ديالنا
ونصور هذا الفيديو ونكونوا سالمين ونرجعوا بخير، هذا هو المهم. والواد بدا كيزيد، الواد بدا كيهاجم بواحد السرعه. انا الحمد لله اللحظه اللي بغيت، انا محظوظ اليوم اللحظه اللي بغيت راه وصلتها الحمد لله. بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى جينا انا وياه قد هو وصل وانا حتى انا وصلت، وقال لي خذ راحتك. بديت كنصور فيه وانتم اخوتي حاليا بديت كنصور في هذا الواد. جا عادي ماشي شي حاجه كثيره، ولكن قبيله كان تما كامل ما فيه الماء، هذه البلاصه كلها ما كانتش فيه الماء. وهذا هو واد القرميم، كيما سماه واد مه العشائر. ها انتم اخوتي، خطير واد ما فيه ثقة. بعد الناس اخوتي كانوا واقفين هنا ملي شافوا العاصفة مجهدة هربوا، وانا اللي بقيت بوحدي هنا حيت انا مغامر وبطل، وباحث في الفيضان. انا رايي على حساب انا في هذا الشيء ديال الامطار، غزيره، فيضان، الويدان، باحث فيه. كنبحث في هذا الشيء ديال الفيضان، كنحاول وعندي الخبره، ماشي زعما عندي الخبره على الويدان، عندي الخبره على امطار الخير، عندي على حسب حالات الطقس، كل شيء عندي. اش غادي نقول لكم، عندي واحد 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 موهبه حطها لي الله على حساب الخبره، نكتشف ونعرف الواد اللي صعيب، ونعرف بزاف ديال الحوايج على امطار غزيره خصوصا في المغرب. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. نتمنى ان شاء الله. شوف اخوتي، شوف 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 اخوتي. السلام 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 السلام. ها انتم اخوتي كما كتشاهدوا معنا، واد بدا كيزيد. دابا هاد الماء فين جابهم؟ يقدر جابهم بعيد على مدينة قلميم، ويقدر اي لحظة يكون مجهد اكثر من هكا. النيفو ديالو حتى لهنا كما كتشوفوا، هاد البلاصة كلها ملي كيجي مجهد. دابا اي لحظه، دابا على حسب كيتزاد الفيضان ديالو، على حسب الخبره ديالي، على حسب الويدان غادي يدعموه الويدان الاخرين. كل واد غادي يدعم هذا الواد، دوك الويدان كلهم غادي يدعموا هذا الواد، وغادي تجمع هذاك الماء، وغادي يكون واحد السرعه خطيره. وهو ما عنده سوق، هذا الواد ما عنده سوق. اي واحد جاب لي الفيضان قال لي ارى ليا، ارى ندي داك الشيء، وكيدي كل شيء. واد هو واش غادي نقول لكم، هذا الواد عنده اللي كيدعموه على حسب. الا كانت العاصفه مجهده كان الفيضان كيجيب بزاف. واد ما بقاش سهل، واد قلميم بدا كيزيد في السرعه ديالو، بدا كيهاجم. سلامة 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 سلامة. شوف 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 السرعة، شوف السرعة، شوف الهجوم، شوف الهجوم اخوتي، شوف النيفو اخوتي، النيفو كيطلع، النيفو ديالو كيطلع. شوف السلامة 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 السلامة. كنتواجدوا في الواد ديال مدينة قلميم، وأخيرا الواد وصل. كما كتشوفوا معنا واد جاب فيضان، جاب الماء بزاف، وحاليا باقي الشتاء مستمرة، باقي اش غادي نقول لكم، أي لحظة ممكن هذا الواد يتزاد. حاليا قبل قليل أخوتي وصل الواد. باش نكونوا واضحين، الواد صعيب بزاف، هذا الواد خطير بزاف. غادي نحاولوا نشاركوا معكم هذا الواد، ونبارطاجي معكم هذا الواد ديال مدينة قلميم. أول يوتيوبرز كيكتشف لكم فيضان ديال قلميم، واد قلميم. تابعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. طلب بسيط، بغيتكم أخوتي تساعدوني باش نوصل القناة ديالي 100,000
مشترك، فرجة ممتعة. ها انتم اخوتي، هذا واد كلميم، واد غريب. شوف، اوه تبارك الله تبارك الله تبارك الله. جينا لكم باش نكتشفوا لكم هذه البلاصه حتى هي، حيت الواد ديال مدينه كلميم كبير مع الاسف اخوتي. حاليا كما كتشوفوا العاصفه، يا الله بديت شعلت الكاميرا ديالي، بدات الامطار كتنزل من جديد. غادي ترغني، نتمنى ان شاء الله نكونوا سالمين على حسب الشتاء مجهده، العاصفه مجهده، ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. كما كتشوفوا العاصفه ماشي سهله. ها انتم اخوتي، الله يحفظ السلامه. انا رايي دابا انا دابا سخون، باش نكون واضح، انا سخون عادي. ها انتم كتشوفوا الواد، ها الشيء اللي كاين، ها الشتا كتنزل وانا سخون، ما حسيت بالبرد لا والو. ها شنو لابس؟ ها شوف عادي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اوه يا سلام يا سلام يا سلام. نتمنى واخوتي هاد العاصفه ما تسبب لنا مشكل على الكاميرا. شوف هذا واد مدينه كلميم، نتمنى يعجبكم. وهادشي كامل، هاد المغامره وهاد التحدي خاص في الواد، على قبلكم نتوما المتابعين ديالنا. وشكرا للساكنه ديال مدينه كلميم، ديديكاس للساكنه ديال كلميم كلهم بواحد بواحد، كاع اللي كيدعمنا اللي كيدير لنا اللايك، ديديكاس لكم من واد ديال كلميم. يا سلام يا سلام. اليوم العيد اخوتي، باش نكون واضح اليوم زوين، اليوم مختلف تماما. كما كتشوفوا معنا اخوتي، واد حاليا جاب واحد السرعه ماشي سهله، سرعه خطيره. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا السماء كتنزل فيها العاصفه. ها السلام 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 السلام. الواد اخوتي بدا يزيد، بدا يزيد في الهجوم ديالو، على حسب كنعتذر لكم على الشاشه. ها انتم اخوتي، هذا هو العشير كيف كيقولوا، واد خطير، واد ماشي سهل. ها انتم اخوتي، رغنا بسبب العاصفه اللي كانت دازت هنا، دازت واحد العاصفه صعيبه. ها خليكم تكتشفوا المكان ديال الواد، هاد البلاصه كلها ديال الواد كما كتشوفوا، بلاصه المكان ديال الواد. شوف، اوه شوف اخوتي واحد الديكور، شوف شوف واحد الديكور، ديكور. سلامة 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 سلامة، اوه يا ربي السلامة. شوف اخوتي السرعة، شوف 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 السرعة، شوف سلامة 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 سلامة، اوه يا ربي السلامة. خيال، واد خطير. شوف 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 شوف، اوه واد ما بقاش سهل، واد كلميم بدا كيزيد في السرعه ديالو، بدا كيهاجم. اوه سلامه 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 سلامه، اوه شوف 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 السرعه، شوف السرعه، شوف الهجوم، شوف الهجوم اخوتي، شوف النيفو اخوتي، النيفو كيطلع، النيفو ديالو كيطلع. شوف السلامة 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 السلامة، اوه غريب، واحد ديكور خيالي، ديكور جميل، ديكور ديالو ممكن تمنى غير تستمتع، بدا تشوف فيه وتفرج فيه. حاليا دابا عرفت علاش الناس كيبغوا يتفرجوا في الواد، حيت عنده الهجوم ديالو، عنده طريقته في شكل. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذا هو واد كلميم، تبارك الله يا سلام. شوف السرعة ديال اخوتي، شوف شوف كيما كتسمعوا الصوت ديالو، صراحة ولا مجهد.
جينا لكم هذه البلاصة باش نكتشفوها. شحال ديال الوقت كنا كننتظروا باش يوصل هذا الواد. صراحة اخوتي هذا الواد هو واد قلميم، واد ماشي سهل، واد خطير بزاف. هذا الواد 2014 سبب مشاكل. كان هذا الواد 2014 هاج على مدينة قلميم، هاجم على الكورنيش، ومن بعد دخل لشارع اكادير، من بعد نزل للشارع الجديد دار ليهم الروينة، ومن بعد هاجم على الشوطية وشارع الواد، قال لهم حيدوا عليا حيد عليا هادشي، وبدا يهاجم عليهم ودار لهم واحد السرعة خيالية. هاد الواد كان شطب لهم كامل هادشي 2014. هاد الواد 2014 دار البلبلة، قال لهم تسناو، قال 2014 ودار لهم كارثة. ونتمنوا ان شاء الله من جد يدير شعة الواد كما كان في البداية ديالو، باش نصوروا لكم واد خطير. باش نديروا البوس هاكا نضحك معاكم. السلامة هو كل شيء. نتمنى ان شاء الله الامطار غزيرة خصوصا في مدينة قلميم حتى ننفع ونستافدوا في الطبيعة ديالها. والربيع تقريبا 15 يوم الشهر غادي تكون الاجواء رائعة، يكون الربيع ان شاء الله. ونمشيو لكم بلايص زوينين اللي فيهم مكان جميل. كما شفتوا اخوتي الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. غادي نحاولوا ندير واحد المجهود باش نكتشفوا لكم بعض الاوديه ديال مدينه قلميم. نتمنوا الشتاء العاصفه تستمر اسبوع باش نستغلوا. بارطاجيو اخوتي، ديروا ابوني وساعدونا باش نوصلوا 100K. الله شاهد عليا الا ضربنا بزاف ديال تمارا. دازت عليا العاصفه قبيله، كنت جالس تما ودازت واحد العاصفه خطيره. الواد وصل وانا وصلت، وفي نفس الوقت جاتنا العاصفه دازت عليا مجهده، رغناتني كامل كما كتشوفوا اللباس ديالي. وجينا لكم باش نكتشفوا لكم هذا الواد، وغامرنا على قبلكم. صراحه هذيك العاصفه يقدر تسبب لي ما تعرف، يقدر تسبب لي الرواح، ولكن نقولوا ربما اللقاح يحمينا، اللقاح كيحمي. كما كتشوفوا الاجواء رائعه، الواد ديكور سليم، ديكور ديالو زوين. المهم بارطاجيو لينا اخوتي واشتركوا في القناه باش نحاولوا نديروا المجهود ديالنا ونبارطاجيو معكم اي حاجه جديده. حاليا قلمين من هنا عارفين كنتواجدوا. شوف السماء، باقي الاجواء ديال الشتاء. نتمنوا يكون خير ان شاء الله، نتمنوا العاصفة. كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من واد تلمعدرت، كما كتشوفوا هذا المكان فيه الواد. هذا الواد سبب المشاكل 2014، هنا فاش غرقوا الطانوبيلات وغرق ذاك الكاميو حدا ديك اركانة. هاي عندك اركانة تما فاش غرق. جينا اليوم باش نصوروا لكم واد تلمعدرت. تماما. وما تنساو اخوتي تشتركوا في القناه اذا كان اول مره كتشاهدني وكتفرج في هذا الفيديو. اشترك في القناه، نحاول ديما نبارطاج معكم اي حاجه جديده في هذا المكان، خصوصا هي مكان الفيضان وزيد وزيد. تماما. واد تلمعدرت جينا اليوم باش نكتشفوا لكم ونصوروا فيه. السلام عليكم. الحراره مرتفعه شويه والحمد لله ما تلقاش ما احسن. قلميم، قلميم راه زوين، مدينه قلميم فيها الويدان زوينين، وكتجي عندنا الشتاء الحمد لله. هذا العام راه الخير موجود كما كتشوفوا. واد يا سلام، والجو باقي ديال الشتاء، وعندي احساس بانه الشتاء جايه في الطريق كما كتشوفوا في السماء. الشتاء جات في الطريق. ضربنا بزاف ديال التماره باش نصوروا لكم هاد الواد تلمعدرت بالطريقه اللي بغيتو نتوما كما كتشوفوا. يا سلام يا سلام يا سلام. وثاني حاجه انا كيعجبني نجول، كيعجبني نكتشف ونشوف. القضيه زوينه،
كان الفيضان وهذا الواد مع الاسف تعطلنا شويه، ما جيناش بقريب باش نكتشفوا لكم واد من اللي كان حامل بزاف. وهذا الواد كيدي من العشير، كيحط الماء، هذا هو كيدعم من العشير تماما كما كتشوفوا. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو. الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي، ضغطوا على زر الاشتراك والجرس، فعلوا ديك الجرس باش يوصلكم اي واحد الجديد. يلا بسلامه.